الأزمة اللي صارت أسبابها كلها نقص في الآبار. نحن أراضينا بتعتمد على الأمطار، والأمطار صار لها 3 سنوات خفيفة، والاستجار المياه كلها من ضمن الآبار، والآبار معلومك يعني ما بتلحق مي لهالسير هذا، والبلد كلها متعلقة على 3 آبار أو 4 ناجحات. ليرة قيمة الخمس براميل والعشر براميل 100 ليرة، يعني معدل 25,000. من أين مواطن بده عنده 100 ليرة كل 3-4 أيام ليحسن يشتري مياه؟ وضع مأساوي. هذا المشروع أمن لمدينة حلب حالياً 100,000 متر مكعب من المياه يومياً إلى مدينة حلب. ما بقي عنا مي تجي إلا بالشتاء من مطر رب العالمين، ما أجي خير ما في خير بالأرض. هلا منشغل ساعتين، منطفي 4 ساعات لنرجع نشغل ساعة. طول الليل منشغل ساعتين ونص، الصبحيات ننزح المي منطفي. كنا نزرع 10 هكتارات صرنا نزرع هكتار. المي بالمرة راحت.